كيبقاش فيا راسي يعني، علاش؟ لان يعني هاجس الخوف مات. اليوم كعينه يعني الاسباب اللي كتخلي انا ما قبلتش الانحراف، انا لقيت راسي في الانحراف، ما كاينش ميول. اسمح لي قطعت سيدي، باكيد السبب الاساسي والرئيسي للانحراف الشباب هو العائله. دائما في اطار العنف. الاخ الياس اكدت على العنف اليوم بزاف اخاي دريب. لا حيت خديتك اليوم كعينه، انك عشتي في واحد العائله محافظه، ولكن رغم هذاك الشيء، رغم الجو الاسري يعني محافظ، يعني ملتي انحراف، وحنا خديناك اليوم كعينه يعني الاسباب اللي كتخلي. انا ما قبلتش الانحراف، انا لقيت راسي في الانحراف، ما كاينش ميول يعني، انا ما كانش هوايه عندي الانحراف يعني. انا في ذاك اللاج حتى الانحراف كان عادي في الشارع يعني، ما كانش عندنا وعي ديال اننا خصنا نحافظوا على اولادنا، الا بعض العائلات اللي كانوا فهمتيني عرفوا كيفاش يحافظوا على اولادهم. حنا لا، كانت الحريه المطلقه اللي كتلقى راسك وسط واحد البيئه حتى هي عندها هذيك الحريه المطلقه، اللي كتلقى راسك ملي كتكبر وكتلقى راسك داخل في السياقات ديال الكوميساريات والمساطير والمحاكم والسجن، عاد كتعرف بان فوالا هذا راه انحراف يعني. هذاك اللاج ديالنا حنا ما يمكنلكش تعرف راسك بانك واش منحرف ولا ماشي منحرف، حتى كتعاقب وتدوز العقوبه، حيت كتشوف بزاف الناس بحال كتقول داك ماشي انحراف، هذه هي الحياه ديالك، انت كتعتقد بان راه حياتك هذيك. ما كنتيش كتشوف ان الدخول السجن مثلا كيبان لك راه شي حاجه مثلا كتعطيك قيمه وكتعطيك وسط الاقران ديالك؟ لا لا، وافتخار؟ لا لا، ملي كتدخل السجن كتفاجئ بداك الشيء، عاد كتعرف شنو كنتي كدير، عاد كتعرف سبب الانحراف ديالك، عاد تعرف بانك راه كنتي منحرف. خارج السجن وسط الاقران ديالك، واش كنتي كتعتبر مثلا هذاك الاعتقالات اللي كتعتقد؟ لا، ما عمري افتخرت بها جامد، انها افتخار وانها لا مثلا حاشا ولله. لا، انا تعتبرهم تجربه، كنعيش بالناس كأنا كإنسان عادي. لا، ماشي في هذا السن انا كنهضر معك دابا. لا ولا حتى في الصغر، يعني في السن ديال المراهقة كنت كنركز في راسي بزاف، حتى في السجن كنت منعزل شويه على السجناء، كنت ديما كنبغي نبقى بوحدي، كنحاول نركز في السبور، كنقرا كتب، كنقرا جرائد، كنقلب على لي سودوكو لي موفليشي، يعني اي حاجه كتقرا لقيت شي قراءه السادسه كنشدها نقراها نعمر بها وقتي يعني، باش ما ننسجمش مع العقليات ديال السجين، ونبقى نقلب على الحوايج اللي نحارف فيهم ونزيد نطور من الانحراف ديالي. لا بالعكس، انا كنت داخل في دوامه، وفي هذيك الدوامه كنتواجه فيها، وفي نفس الوقت نقول غير شي واحد النهار ما غاديش يكون هذا الشيء، ما غنبقاش في هذا الشيء. داك الشيء علاش وصل لواحد اللاج، ركزت في لي زاكتيفيتي داخل السجن، وليت كننظم البطولات، وليت كنشارك في مسابقات، التحقت بالتكوين، وليت كنقرا يعني في السجن، بديت كنطور من راسي وكنبدل من راسي، وليت كنخدم حتى مع الموظفين والاداره في السجن، في الانفيرموري، في الملفات يعني فهمتيني، وليت كندمج راسي براسي. علاش؟ لانك كتلقى التشجيع يعني، ملي كتكون انت عندك رغبه بانك باغي تندمج، كتلقى الاداره فاتحه لك البيبان. وصاحب الجلاله تبارك الله وصلى الله عليه، تنقول لك راه السجون اللي كاينين في المغرب راه فيهم المراكز ديال التكوين تو سكيلفو اللي بغيتي، اي تخصص، ولكن خاصة الرغبة تكون عندك انت السجين باش تمشي وتلتحق بالتكوين. غتلقى الطابلية ديالك، وغتلقى لاتخوس ديالك، وغتلقى الكتاب ديالك، وغتلقى الاستاذ ديالك، وغتلقى نفس المقرر. غير الرغبة خاصها تكون عند السجين، هذا هو المشكل. اما الامكانيات كاينة، انا ما كنجاملش وما كنقولش شي حاجة، ولكن ما شي عشتو يعني، انا بالتكوين وبالمراكز اللي التحقت بها في الادارات لقيت راسي ان تغيرت النظره ديال الاداره تجاهي، من وليت غادي في السياق ديال القرايه وفي لي زاكتيفيتي وفي المسرح، ولات عندي الشعبيه اكثر، ولات عندي ثقه اكثر يعني، ما بقيتش كنحس براسي اني مضطهد ولا انني خصني نتواجه، فهمتيني؟ بحكم هذه الانشطه اللي كنتي كدير داخل السجن، يعني لقيتي اللي شد بيدك؟ ما نقدروش نقولوا ان خارج السجن ما لقيتيش اللي شد بيدك ووجهك لواحد الطريق اللي كنت محتاج لك شي. انا اصلا هذا الشيء راه كما قلت لك في الاول ديال الفيديو، انا هذا الشيء كان هوايتي في الصغر، لان يعني في لاجت 5 سنين 6 سنين فاش كنت كنقرا في ابتدائي السي الدريبه، راه كنت كنظم الحفلات ديال اخر السنه، وكنت كنزود القران، وكنت يعني هوايات ديال الصغر يعني تحرمت منهم حتى انا يعني. فاش خرجت من السجن ولقيت راسي في هذه النافذه ديال يوتيوب، يعني ما بقيتش منحصر في المشاكل اللي عشت او الظلم اللي تظلمت، وانا من خلاله حاولت اني نوظف بزاف ديال الامور اللي نقدر نكري فيها واحد الابداع، وندوز فيها دي ميساج اللي زوين يعني، اللي يتمتع به الناس، وفي نفس الوقت تاخذ منه العبره. وهذا هو الميساج ديالي من لاشين يوتيوب ديال الياس قراري. دائما في اطار العنف اخي الياس، كاين بعض الفتيات اللي كيعشقوا بواحد الشكل جنوني الشباب اللي قباح واللي كيديروا المدابزات، يعني شنو الراي ديالك في هذه الظاهره ديال الدريات؟ كيعتبروه باد بوي بالنسبه للفتيات، ولكن هذا المشكل ديال
هذه النقطة هذه، يعني هذا موضوع كبير صراحة، ولكن الميساج اللي تبغي توصل من خلال هذه المسألة هذه غير يكون راجل. هذا الإنسان هذا اللي مثلا هي كتشوفه بالشكل اللي بغات بأنه دوز الحبس، كتشوف بأنه راه يكون راجل، راه غادي يحميها، راه يكون كابابل، فهمتيني؟ يعني المشكل ماشي في اختيارها لواحد الإنسان، راه تا هو من حقه يتزوج، تا هو من حقه يبغي، تا هو من حقه يعيش حياته الطبيعية. يعني السجن ماشي وصمة عار غتبقى عليه حياته كاملة، لأن راه أنبياء ورسل دوزوا السجن أخويا الدريبي. يعني المشكل هو طريقة التفكير ديال دوك الفتيات اللي كيتخيلوا أن هذاك الراجل راه ماشي ديما كيكون هو هذاك لو بارفي، بأنه راه عانى وقاصى ودوز الحبس وراه غلقى فيه ذاك المواصفات ديال الراجل اللي غيكون بجنبي وغيحميني. حيت للأسف كيشوفوا بعض الرجال ما قادينش على المسؤولية، وما قادينش أنهم يوفروا حتى لراسهم المصروف، عادي يوفروا للزوجات ديالهم المصروف. بعض الرجال ولاو كيستغناو على الرجلة ديالهم وكيخليو المرأة هي تكون في بلاصتهم. يعني شي مسائل كتخلي الناس تالفة، كتخلي الناس مأثرة، ما كتخليش الناس تركز في الاحترام والحب والمودة اللي خصها تكون بين المرأة والراجل، هي الأساس ديال العلاقة. ماشي الوشام ولا الضرابي ولا كنتي مدوز الحبس ولا كنتي باسل ولا سلختي فلان. بالعكس انا ضد هذه المساله، والرساله اللي بغي نوصل لهذو بناتنا وبنات بلادنا، خصهم الوعي بان الراجل اللي خصو يكون في كتافك خصو يحن فيك، خصو يكون بجنبك وخصو يساندك وما يحتقركش، ورفقا بالقوارير كما قال الله عز وجل. راه سوره النساء سوره الاصنام راه ثالثه من 60 حزب، يعني راه فيها بزاف ديال الامور كتعلق بالنساء. الا بغيت تعرف المكان اللي مكرم به الله عز وجل المراه، راه غادي تقراها في سورة النساء وفي سورة الأعراف. يعني أي آية ضروري الله سبحانه وتعالى كيذكر لك الوالدين والمرأة بصفة عامة شنو الدور ديالها في الحياة، راه هي مصدر السعادة للراجل. يعني حتى المرأة خصها تكون عارفة قيمتها وعارفة مكانتها، وخلي الراجل يختارها، ما تختارش هي الراجل. هذا هو الميساج اللي نوصل له، يعني خلي الراجل يختارك، ما تحاوليش تختاري انت، لأن ما تشوفيش بالأحلام ديالك وداك الشيء اللي بغيتي انت غتلقاي فيه. لا، حيت اكيد غادي تلقاي شي ولد الناس اللي بصح باغيك وغتلقاي احسن من هذاك اللي انت راسمه في الخيال ديالك. غير نصيبك تسناه يجيك وصافي. هادشي اللي نقول كيما تنقولها لراسي وكنقولها لاي واحد. وشنو غنقولوا بالنسبه اللي كيقول لك خطب لبنتك وما تخطبش لولدك؟ هادو امثله، هادو ما كنامنش بالامثله والشعارات والتقاليد والعادات، كيبقاو جزء من التراث اخويا الدريبي. يعني ما يمكنناش حنا نصايروا بهم العصر ديالنا وحياتنا دابا اللي كنعيشوا، لان صعيب باش نعيشوا حياتنا بالامثله والشعارات اللي عاشوا بها جدودنا وحنا كنطوروا حتى في الذكاء ديالنا. يعني حتى الانسان تغير، ما بقاش نفس الانسان اللي كان زمان، يعني انسان اخر، تفكير اخر، عقليه اخرى. اخي الياس، مؤخرا ظاهره العنف انتشرت بشكل ملفت للانظار، لدرجه ان بعض الشباب يعني العنف اصبح عندهم تباهي. اخي الياس، بحكم انك دوزتي مده طويله في هذا العالم المظلم، شنو هي النصيحه اللي تبغي تقدمها لهذا النوع من الشباب؟ واش نقول لك؟ للاسف دابا المشكل ديالي انا كان الميساج ديالي في الاول كان موجه لهاد الشباب اللي منحرفين بهذا الشكل وبهذه الوحشيه، وبانهم شايفوا راسهم بان راه بهذيك الاجرام باش غيقدر يفرض ذاته في المجتمع. يعني انا كنت مستهدفهم بالكونسيبت ديالي، ولكن لقيت المجتمع اللي ما عمره كان عنده مشاكل سجنيه او هذا اللي هو اللي كان انتريسي سميتو لي فيديو ديالي. هذوك الشباب كان بنوصل لهم واحد الميساج بان ليكزومبل هو انا هادشي كامل دوزتو، وخا ما غنعتبرهاش افتخار وانما غنعتبرها ميساج لهذوك الناس اللي كيشوفوا راسهم بالعنف باش انهم فارضين الوجود ديالهم. فنقولوا راه غلط، ونقدر نكون دوزت تريبل ديال تريبل ديال داكشي اللي دوزتي، ولكن النهار اللي بغيت نلقى ذاتي لقيتها في بيت الله، ولقيتها مع مهمتي، ولقيتها في الرضا، ولقيتها في احترامي للناس. ماشي بالتعنصير، ماشي بالجناوه، ماشي بالعواز، وانما بالادب والاختراء. اسمح لي هادي بالادب والاحترام والاخلاق الا تقدر تكون راجل، من غير هادي غنزه. الاخ الياس كيفاش كيدوز النهار ديالو؟ يعني الحياه ديالو كيفاش دايره؟ صراحه روتين عادي، يعني كنفيق الصباح كنلقى الوالده مسكينه هي الاولى، قهوه كتقول لي فختي ولدي تقول لي واش عندك دراسه اليوم؟ فهاد الاطار راني دخلت كندير لاكويزين ان شاء الله، الا سهل غادي ناخذ ديبلوم هاد العام ان شاء الله. بغيت ندير عام تيتغيسطو ولا كشي، لان كان عاوتاني حلم ديالي انا ندير عام تيتغيسطو انا وسير الدين ولدي، ندير شي اكتيفيتي صغيره في داك الغيسطو وجمع فيه الدراري حتى اللي هادشي ديال لاميزيك، يعني في السياق ديال الموسيقى وفي اطار ديال الترفيه والشعر يعني ولي جروب ديال الموسيقى صافي. هادشي اللي باغي ندير، يعني الحياه عاديه، شويه سبور الدار، مره مره كنخرج نشوف الاصدقاء ديالي، السفر كيعجبني السفر صافي. والهوايه ديالي اكيد هي الرياضه والباركور والبحر. الياس، لمن نبغي نوجه التحية من هذا المنبر؟
اول تحيه نوجهها للام ديالي اكيد اللي قصات، وصراحه هذا الحب يعني كان ديال الام ديالي، وكان ديال كل ام مغربيه اللي كتكافح اللي كتقاوم باش تربي ولادها احسن تربيه. واش غنقول لك، تنقول لكم بزاف من فوقكم هي صباري، ونتمنى نكون ضيف خفيف عند السيد بلادي في القناه ديالو. تصلوا لي فراسكم الى الحلقه الجايه ان شاء الله. وانت حنا بالدور ديالنا كنوجهوا التحيه للام ديال الياس قراري، لانها مسكينه عانات وعانات بشكل كثير، والله يرزقها الصبر وما عندها صحتها. والله يخلي كل واحد يكون تقوي تريبي، واللي باش تنقلتو الله يرحمها تكون سالا في هذا النهار يا ربي. امين. اخي الياس، كيف ما قلتي وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا، ان شاء الله غنستضيفوك في حلقات اخرى. ان شاء الله. السلام عليكم.